سماحة الشيخ، أولا أخبرك بأني أحبك في الله. أحبكم الله الذي أحببتموني له. ما رأي فضيلتكم في جماعة التبليغ وهل تنصح بالخروج معهم، وما دور العلماء وطلبة العلم تجاههم؟ لقد ذكرنا مرارا رأينا في جماعة التبليغ، وخلاصته أن الجماعة كجماعة قد يريدون الخير، ولكن الخير لا يوجد إلا في الطريق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا الخروج إنما هو بدعة العصر الحاضر لا يعرفه علماء المسلمين خلفا فضلا عن السلف، وهم كثيرا ما يحتجون ببعض الأحاديث التي هي عليهم وليست لهم. ولذلك فنحن كنا ولا نزال ننصحهم بأن يخرجوا في سبيل طلب العلم، وأن يتحلقوا في بيوت الله عز وجل لتدارس القرآن وتلاوته وتفهمه وطلب علم الحديث والفقه، فإنهم قد مرنوا على التجرؤ على الخطب وعلى إلقاء المواعظ والنصائح، وكثير منهم لا يحسنون تلاوة آية في القرآن كما أنزلت. والذي نراه أن الخروج معهم إن سمحوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالخروج معهم من باب واجب نقل الدعوة إلى من هم بحاجة إليها. ولكن الذي نعرفه في كثير من البلاد العربية فضلا عن البلاد الأعجمية أنهم لا يسمحون للناصحين بنصحهم ولا بدعوتهم إلى العمل بالكتاب والسنة إلا في حدود المنهج الذي وضعوه لأنفسهم، وذلك المنهج ضيق جدا يتنافى مع نصوص الشريعة التي تأمر طائفة من الأمة على الأقل أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا رأينا باختصار في هذه الجماعة، وقد تكلمنا فيهم مرارا وتكرارا.